في شكل وأسلوب المذيع النجم. هذا المساء هو بيننا وحنروح معاه مشوار يمر بكم زمان والنادي الثوري وسنعول هوا لنصل إلى سمير والجميلات، خاصة إن الليل محاطين بالجميلات في مهرجان الجمال. ضيفنا المكرم أسهم في إثراء حركة الفن الاستعراضي والغناء المصري الحديث. ألقاب عديدة، فهو سفير الحب وسفير الفن المتجدد وسفير الاسكندرية لأنه اسكندراني وابن الكاميرا وملك الأفراح والبهجة. والفرح من غير سمير صبري ما يبقاش فرح، والسهرة بدون سمير صبري ما تبقاش سهرة. نرحب بالإعلام الكبير أو مثل ما أنا بحب سميه حبيب القلب، الفنان سمير صبري. السنوية اللي بيقرها حبيبي الدكتور عارف حسني يحتفل ويفكرنا قد ايه احنا افتقدنا الجمال في حياتنا، وقد ايه القبح ساد في كل خطوات حياتنا، وقد ايه احنا محتاجين الجمال في الخلق وفي السلوك وفي التصرفات وفي العودة من اللي احنا دايما بنقوله الزمن الجميل او زمن الفجر الجميل. دكتور عادل حسني بيحاول يفكرنا بعودة الجمال في حياته، وأنا شايف يا دكتور عادل إن كل الستات اللي هنا حلوين، محدش هيجيلك عندك في حياتك خالص، بس أنا أحب إن أنا أشكر الإعلامية اللي جات لنا من لبنان الجميلة الحلوة ليليان نعسي. حيوها كده ما تتأخرش أبدا لما الدكتور عادل يطلبها في حفلة، ويا ست بتطفي جمال على كل الجمال اللي موجود حولنا في الليلة. يمكن الليلة دي تفكرنا فعلا إن إحنا كلنا نبقى سفراء في دعوة كل الناس مهما كانت تصرفاتهم إنهم يعودوا تاني إلى الجمال اللي كان موجود في القاهرة من 40 سنة. وشكرا. شكرا جدا جدا على الكلام اللطيف، انا بتكلم مصري خلاص. الحفله الثانيه والثالثه بقدم بمصري.